بهذا الفيديو قلنا كالكوليت اي اند ديدوس جي. اول شيء الاي الانتجرال، الاي اللي هي الانتجرال من 0 لباي ساين 2 اكس دي اكس. شو الانتجرال للساين 2 اكس؟ هيدي ساين يو، لازم يكون في هون يو برايم، يعني هيدي بدها تنحط هون 2 لانه الديريفاتيف لل 2 اكس هي 2 بدها تكون موجوده برا، ضرب ساين 2 اكس دي اكس من 0 لباي، ولانه ضربت جوا بتو برا لازم اضرب بهاف. هلا شو الانتجرال لليو برايم ساين يو؟ الانتجرال لليو برايم ساين يو هي ماينس كوساين يو. بحط انا الهاف هون ماينس كوساين يو اللي هي 2 اكس من 0 لباي. هلا ايكوال تعود الباي ناقص تعود الزيرو ايكوال، يعني هلا رح احط اني هيدي ماينس بهاف ماينس هاف، وتعود الباي يعني كوساين 2 باي ناقص كمان هيدي ماينس هاف، وتعود الزيرو كوساين 2 بزيرو. هلا ايكوال كوساين 2 باي هي 1، هيدي الكوساين 2 باي هي 1، هيدي كوساين 0 هي 1، بصير عنا هنا ماينس هاف ب 1 يعني ماينس هاف، وهيدي ماينس هاف ب ماينس يعني بلس هاف، رح يطلع الجواب شو؟ 0. هلا عمل لي ديديوس جي، هات لنشوف الجي اذا في عنا بيريود ولا لا. الساين من هو عنده بيريود اللي هي شو؟ 2 باي، بس لانه في 2 بناخذ باي هون بس باي. الاف اوف اكس ايكوال ساين 2 باي is a continuous and periodic function over R of period pi. هلا هيدي يعني بدي احاول احصل فوق على شو؟ فوق لازم يكون في عندي minus 2 pi وزيد عليها الباي. minus 2 pi plus pi شو بتطلع؟ minus pi، يعني همشي من minus 2 pi ل minus pi. هلا يعني J اللي هي minus 2 pi ل pi sin 2x dx equal رح جزئها من minus 2 pi قلنا لشو؟ ل minus pi، لأنه هاي minus pi هي عبارة عن minus 2 pi وزيدين عليها pi اللي هي ال period sin 2x dx، عشان بعد شوية رح اختصرها من 0 ل pi بس. plus هلا من minus pi لشو؟ بدي احاول اوصل للباي. فيني اعمل دغري من ماينس باي لباي، ها، وفيني اجزئ من ماينس باي لزيرو بيرجع من زيرو لباي مثل قبل شوية، يعني من ماينس باي لزيرو ساين 2x dx زائد من زيرو لباي ساين 2x dx. من ماينس باي لزيرو ما هيدي كمان بيريود، هيدي بيريود لانه فوق هي هيدي عبارة عن ماينس عن اللي تحت وزيدين عليها البيريود تي، مثل ما هيدي اللي فوق هي عبارة عن هاي اللي تحت وزيدين عليها البيريود تي. رح كمان فصلها بشكل أكتر، يعني هاي اللي هون هي عبارة عن minus 2 باي وفوق minus 2 باي plus باي sin 2x dx، وهيدي هي عبارة عن minus باي وفوق في عنا minus باي وزيدين عليها باي هي زيرو، minus باي plus باي هي زيرو sin 2x dx، وهيدي ولا شيء من 0 لباي ساين 2x dx ايكوال. هيدي لو حسب الرول بتروح مع هاي بس عندنا من 0 لباي، من 0 لباي ساين 2x dx بلس هي بلس ساين، هيدي بتروح مع هاي بضل عندنا من 0 لباي ساين 2x dx كمان زائد من 0 لباي ساين 2x dx. بس هو حسبناهم كلهم فوق، هي هيدي هي ذات الاي هي من 0 لباي، طلع جوابها، طلع جوابها 0، فهيدي يعني ايكوال 0 بلس 0 بلس 0 which is equal to 0. ماشي، يعطيكم العافيه.